الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. فائدة: المعركة التي شرع فيها التيمم هي غزوة الخندق. المعركة التي شرع فيها التيمم هي غزوة الخندق. فائدة: العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود. عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود. هنا لو واحد غلط في القراءة وقال وعبد الله بن مسعود ينسب الولد إلى الله، يكون نسب الولد إلى الله. لذلك العلماء يقولون لا يكون العالم حق العالم حتى يكون له اطلاع واسع على اللغة العربية على النحو، لأن مثل هذا الغلط يفسد المعنى. إذا قال وعبد الله بن مسعود نسب الولد إلى الله، يعني جعل الله ابن مسعود، يعني هكذا والعياذ بالله. فائدة: لم يثبت أن سورة البقرة هي سنام القرآن. فائدة: ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك. ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك. مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. مسألة: من لم يدخل بزوجته، من لم يدخل بزوجته ولم يستلمها ليس عليه نفقتها. من لم يدخل بزوجته ولم يستلمها ليس عليه نفقتها، يعني إذا شخص عقد على امرأة ثم ما استلمها بعد ما صارت تحته، إنما ما زالت في بيت أهلها، فهذه لا يلزمه أن ينفق عليها، نفقتها ليست عليه حتى يستلمها. هو الرجل له إذا عقد على المرأة أن يطلب من أهلها أن يسلموه إياها. إذا كان لا يريدون أن يسلموه المرأة لهم أن يطلبوا المهلة 3 أيام فقط، ليس لهم أكثر من ذلك. إذا كان هو يريدها ليس لهم أن يحبسوها عندهم أكثر من 3 أيام، بعد ذلك حرام عليهم إذا حبسوها عن زوجها وهو لا يرضى بذلك. وزكاة الفطر تتبع ذلك، يعني إذا إنسان تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد، لم يستلمها بعد،
ليس عليه أن ينفق عليها، وزكاة الفطرة تابعة للنفقة، يعني ليس عليه أن يدفع عنها زكاة الفطر حتى يستلمها. ومن ظن أنها تلزمه لا يكفر، يعني إذا شخص ظن أنه بما أنه عقد عليها صار لازما عليه أن يدفع زكاة الفطر عنها لا يكفر. ومن ظن أنها تلزمه، يعني أن زكاة الفطر تلزمه، لا يكفر. مسألة قال بعض العلماء ليلة القدر ليلة 27 من رمضان، يعني معناه بعض العلماء قالوا هي دائما ليلة 27 من رمضان، فإذا سمعتم من يقول ذلك لا تنكروا عليه. قال بعض العلماء ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان. مسألة: مرتد قال لمسلم خذ هذه زكاة فطرتي، قال له هذه زكاة فطرتي خذها، لا يجوز للمسلم أن يأخذ منه، لأن ذاك يظن أنه يعمل عبادة، يعمل طاعة، فيأخذ منه ينصرف من وجهه يذهب. قلنا جواب المرتد السكوت، يسكت ويمشي لا يأخذ منه، حتى لو كان توكيلا لا يأخذ منه، يعني قال لو أريد أن أوكلك أن تدفع عني الزكاة، يمشي يمضي في حال سبيله. مسألة: شخص نزف الدم من أنفه وهو صائم، شخص نزف الدم من أنفه وهو صائم، فرفع رأسه لإيقافه، هكذا يفعلونهم عادة وهو لا ينبغي أن يفعل هذا، رفع رأسه هكذا يعني لإيقافه، فرجع الدم إلى الدماغ، يعني الدم رجع ودخل تجاوز الخيشوم، أفطر، يعني هذا مفطر لأنه فعله متعمدا، يعني فعل هذا الإرجاع متعمدا، فهذا يعتبر مفطر. مسألة: يقول الشيخ رحمه الله إن كان هو ظن أنه إن لم يفعل هذا ينضر لا يكون آثما، يعني ظن أن هذا الفعل يحفظه من الضرر، أفطر لكن ليس عليه إثم إن كان ظن ذلك أن هذا حتى لا ينضر. أما إن كان يظن أنه بهذا الفعل لا يستفيد شيئا يكون تعمد أن يفطر. مفهوم؟ مسألة: شخص سحب النخامة من الخيشوم فدخلت الدماغ أفطر. شخص سحب النخامة من الخيشوم فدخلت الدماغ أفطر. يعني كان هذه النخامة كانت هنا ثم هو هكذا عمل شرقها لكن بالهواء بالأنف فتجاوزت الخيشوم دخلت إلى الدماغ فهذا من المفطرات. مسألة: الكافر إذا دعا الله بما يجوز يجوز أن نؤمن على دعائه، يعني إذا قال لك الكافر الله يوفقك يجوز أن تقول آمين. الكافر إذا دعا الله بما يجوز يجوز أن نؤمن، شو كتبت؟ يجوز أن نقول آمين.
أن نؤمن على دعائه. وقد يتحقق ما طلبه، وقد يتحقق ما طلبه. يعني بعض الناس يظنون أنه لا يتحقق، إذا الكافر دعا لا يتحقق، لا، قد يتحقق ما طلبه. أليس الرسول قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها لا ترد ولو من كافر؟ وأما قوله تعالى، وأما قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فمعناه عبادتهم فاسدة. يعني هنا الدعاء ليس المقصود به إذا طلب من الله، يقال عن العبادة دعاء. مسألة: شخص قال نحن رب النظام، ويفهم منه أنه خبير به أو أهل له، لا يكفر. هكذا بعض الناس هكذا يفهمون. شخص قال: كتبتم قوله نحن رب النظام، بعضهم يفهم أنا خبير به، وبعضهم يفهم أنا أهل له، يعني أهل لأن أعمل بهذا النظام. مسألة: إذا ملك الشخص عبدا، إذا ملك الشخص عبدا، إذا ملك الشخص عبدا يقال لغة فلان رب هذا العبد بمعنى مالكه، بمعنى مالكه، يعني يجوز شرعا ولغة أن يقال فلان رب هذا العبد، أي مالك العبد. فلان رب هذه، هذا الكرسي، معناه مالكه، رب هذه الطاولة. يقال إذا ملك الشخص شيئا يقال هذا رب هذا، أي مالك هذا، رب البيت، مالك البيت. وكذلك في لغة العرب يقال إذا كان يتقن حرفة: فلان رب النجارة، فلان رب الحدادة، يجوز. فلان رب الشعر يتقنه، يعني فلان رب الخط، يعني يتقن الخط، يجوز هذا لغة وشرعا جائز. مسألة: شخص وقف عند جثمان مرتد وصلى الجنازة ناويا غيره من المسلمين الغائبين، يعني واحد كان مات وهو نوى أن يصلي صلاة الجنازة على الغائب، لكن الذي أمامه مرتد. قال الشيخ: ما كفر لكن وقع في المعصية. وقف عند جسد كافر مرتد وقال أصلي الجنازة على فلان الغائب ليس على هذا، لكن لا يجوز هذا الفعل حتى لا يتوهم أن هذا من المسلمين. مسألة: الكافر لا يقال عنه مبارك، الكافر لا يقال عنه مبارك، المسلم التقي هو المبارك. يعني ما لا تقال عن أي مسلم كمان هذه الكلمة، المسلم التقي هو المبارك. أما قولنا للكافر الله يبارك فيك، فمعناه يوسع عليك الرزق ونحوه فيجوز. يعني إذا إنسان كافر قلنا له بارك الله فيك أو الله يبارك فيك على معنى الصحة والرزق، يجوز، ليس حراما، يعني ليس كفرا وليس حراما، ليس معصية. مسألة:
هذه قال الشيخ ما كفرت. امرأة قالت لآخر إن شاء الله تنام في جهنم، هي جهنم ما فيها نوم لأنه ما فيها راحة، جهنم للكافر عذاب مستمر عذاب مستمر. قال الشيخ ما كفرت، لكن لا يجوز، لكن لا تكفر. كذلك قول بعض جهلة العوام إذا سئلوا وهم غاضبون إلى أين تذهب فيقول إلى جهنم، هذا ليس كفرا لأنهم يفهمون منه إلى الأمر الصعب إلى الأمر الشديد إلى الأمر الذي فيه مشقة علي، لا يفهم منه ذاهب إلى جهنم الحقيقية. جهنم أين هي؟ تحت الأرض السابعة، ليست هنا، والجنة فوق السماوات السبع منفصلة عنها. بعض أدعياء العلم سبحان الله ممن له شهرة سئل هل توجد سبع أراضٍ؟ قال لا، هي الطبقات. يدعي العلم وله شهرة ويسأله الناس، يستفتيه الناس بكثرة، والعياذ بالله من الجهل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع سماوات كل سماء منفصلة عن الأخرى، ومن الأرض مثلهن سبع أراضي. إن كنا لا نراها، نحن نؤمن بالغيب والشهادة، الشهادة الشيء الذي شاهدناه يقال عنه شهادة، والشيء الذي هو لم نشاهده هو غيب عنا هذا. فنحن نؤمن بالغيب بما أخبر الله به وما أخبر به الرسول. نحن رأينا عذاب القبر لم نره، الله أخبر والرسول أخبر، نعتقد بوجود عذاب في القبر وبوجود نعيم في القبر، وإن لم نرى ذلك هل رأينا الجنة؟ لا. هل رأينا النار؟ لا. لكن نحن نؤمن بذلك بلا تردد، لأن الله أخبر بذلك والرسول أخبر بذلك. هذا شأن المؤمن، يؤمن بالغيب إيمانه وهو لم يشاهد، هذا له فيه أجر عظيم، لأنه من دون أن يشاهد آمن وصدق، فصار بعض الناس من شدة اليقين كالمشاهد، كحارثة بن النعمان لما سأله الرسول كيف أصبحت يا حارثة، قال في جوابه في الأخير وكأني بعرش ربي بارزة. هو ما رأى العرش، ما العرش أخبر عنه الله سبحانه وتعالى والرسول أخبر عنه، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، معناه أنا أصوم في النهار وفي الليل أقوم بالصلاة بالطاعات. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، يعني من شدة اليقين كأني أرى العرش بعيني، من شدة اليقين كأني أرى أهل الجنة يزور بعضهم بعضا، وكأني أسمع عذاب أهل النار، من شدة اليقين بصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال له أنت عبد نور الله الإيمان في قلبه، عرفت فالزم، أنت عبد نور الله الإيمان في قلبه، يعني وصل إلى هذه الدرجة العالية في اليقين. الذي يصل إلى هذه الدرجة تصير العبادة لذة له، بعد أن يجاهد 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 حتى يصل إلى مثل هذه الدرجة، تصير العبادة لذة له بعد المجاهدة، يصير متلذذا بقيام الليل، متلذذا بالصوم، متلذذا بالذكر. مسألة، امرأة أسقطت بعد شهرين من الحمل فرأت 8 أيام دما، ثم انقطع 14 يوما،
دما جديدا، ماذا يكون هذا الدم؟ ثم انقطع 14 يوما ثم رأت دما جديدا. هي المرأة إذا نزل منها ما هو أصل خلقة آدمي ثم أعقبه الدم فهذا دم نفاس، هذا الدم دم نفاس. كم أكثره كما تعرفون كلكم؟ أكثر النفاس 60 يوما. إذا انقطع الدم أثناء 60 يوما مدة 15 يوما ثم نزل دم وصار مدة 24 ساعة، هذا الجديد يكون حيضا. إذا انقطع أقل من 15 يوما ونزل ضمن 60 نفاس، بعد نفاس، فهذا الدم هو دم نفاس. قال الشيخ رحمه الله: إن كان فيه خلقة آدمي فهذا بعد نفاس، يعني من الأول نفاس وهذا بعد نفاس، هذا معنى جوابه. إن كان فيه خلقة آدمي فهذا بعد نفاس. عرفتم كيف القاعدة في هذا؟ نزل عقب الولادة دم فهذا الدم نفاس، ثم انقطع هذا الدم إن كان انقطاعه أقل من 15 يوما ثم نزل الدم ضمن 60 فهو نفاس. إن كان انقطع 15 يوما أكيد فأكثر يعني، ثم نزل دم جديد واستمر قدر 24 ساعة، قدر يوم وليلة، فهذا الجديد حيض. هكذا القاعدة في هذا حتى يعرف هذا. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. قولوا: اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا لكل من حضر هذا المجلس ومن يسمع هذا الدرس ولشيخنا رحمه الله. بارك الله فيكم.